بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حصتنا البنائية ستكون مع الدرس 17 من دروس المستوى السادس، القوى 2 والقوى 3. الأهداف: استعمال القوى 2 و3 لتمثيل جداءات أو تحويل جداءات أو أجزاء من جداءات إلى قوى. ثانياً، توظيف قوى 2 و3 في حل وضعيات حسابية. فلنبدأ على بركة الله. حصتنا البنائية بتقويم تشخيصي يتم أثناءه تذكير المتعلمين ببعض المكتسبات السابقة حول القوى. إذن ما هي قوى؟ أو ما هي قوة عدد صحيح طبيعي؟ قوة عدد صحيح طبيعي هي كتابة مختصرة لكتابة ضربية ذات عوامل متساوية، وهو ما نسميه بالضرب المتكرر لنفس العدد. كمثال لدينا هنا العوامل هي متساوية، إذن 5 يساوي العدد 5، 5 في 5، إذن لدينا ضرب متكرر يساوي، إذن كتابة مختصرة نكتبها على هذا الشكل والتي تمثل الجداء على شكل قوة عدد صحيح طبيعي. العدد 5 يمثل الأساس وهو العامل المضروب المتكرر، و2 تمثل الأس يعني عدد تكرار تلك العوامل. هذه الكتابة تقرأ 5 أس 2 أو 5 مربع أو مربع 5 أو قوة 5 مرتين، وهذه الكتابة فهي تعبر لنا عن الجداء. نقول أن العدد 25 هو مربع العدد 5، و5 هو جذر تربيعي للعدد 25، أو نقول أيضا جذر مربع. مثال آخر لدينا هنا 6 في 6 في 6، إذن كما نلاحظ أن 6 تمثل العامل المضروب في نفسه 3 مرات، فنكتب 6 و3 فوقه في الأعلى، تمثل جداء على شكل قوة عدد تساوي 216. هنا 6 تمثل الأساس و3 تمثل الأس. هذه الكتابة تقرأ 6 أس 3 أو 6 مكعب 6 قوة 6 3 مرات. 216 هو مكعب للعدد 6، و6 يعتبر هو جذر تكعيبي للعدد 216، ونقول أيضا جذر مكعب. طريقة بناء كل هذه المعلومات تطرقنا إليها في درس القوى 2 و3 الخاص بالمستوى الخامس، سوف أترك لكم الرابط أعلاه. نبدأ حصتنا البنائية انطلاقا من الوضعية التالية والتي تهدف إلى استعمال قوى 2 و3 لتمثيل جداءات أو تحويلها. المكعب التالي قياس حرفه أ. أولا أحسب مساحة قاعدة المكعب بدلالة أ، ثانيا أحسب حجم المكعب بدلالة أ. كما نعلم أن المكعب جميع أحرفه متقايسة وله 6 وجوه على شكل مربع. نريد أن نحسب مساحة قاعدة المكعب. قاعدة المكعب هي على شكل مربع تساوي الضلع في الضلع، أ في أ تساوي، هنا لدينا قوة العدد أ في نفسه مرتين، فنكتب أ أس 2. الثاني أحسب حجم المكعب بدلالة أ. ما نعلم بصفة عامة أن الحجم يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. مساحة القاعدة هنا لدينا أ في أ، والارتفاع أيضا قياسه هو أ في أ، فنكتب أ أس 3. والثالث أتمم الجدول. إذا كان حرف المكعب أ بالسنتيمتر هو 1 أو 2 أو 1.5 أو 3/4 أو 10، إذن فما هي مساحة قاعدته بالسنتيمتر مربع؟ نبدأ بالحالة الأولى إذا كانت أ تساوي 1. إذن لدينا مساحة القاعدة هي أ أس 2، يعني هنا سوف يكون لدينا 1 أس 2. 1 أس 2 تساوي 1 في 1 تساوي 1. الحالة الثانية إذا كان أ يساوي 2، يعني أن مساحة القاعدة تساوي 2 أس 2 تساوي 2 في 2 تساوي 4. إذا كانت أ تساوي 1.5، يعني هنا أ هي عدد عشري، إذن هنا لدينا قوة عدد عشري،
إذن 1.5 أس 2، إذن تساوي أ في أ يعني 1.5 في 1.5 تساوي 2.25. هنا إذا كانت أ تساوي 3/4 يعني عدد كسري، إذن 3/4 أ أس 2 يعني 3/4 أس 2 تساوي 3/4 في 3/4 تساوي 3 × 3/4 × 4 تساوي، إذن 3 أس 2 × 4 أس 2 تساوي 9/16 إذا كانت أ تساوي 10 سنتيمتر. إذن في هذه الحالة مساحة القاعدة هي 10 أس 2 تساوي 10 × 10 تساوي 100. سوف نأتي إلى حساب حجم المكعب بالسنتيمتر مكعب. أ تساوي 1، في هذه الحالة V تساوي أ أس 3 يعني 1 أس 3 تساوي 1 × 1 × 1 تساوي 1. في الحالة الثانية 2 أس 3 تساوي 2 × 2 × 2 تساوي، إذن 2 × 2 = 4، 4 × 2 = 8. في الحالة الثالثة لدينا عدد عشري، إذن أ أس 3 يعني 1.5 أس 3 تساوي 1.5 × 1.5 × 1.5، إذن قوة 1.5 ثلاث مرات تساوي 3.375. بحالة أ هي عدد كسري، إذا لدينا الحجم هنا هو 3/4 الكل أس 3 تساوي، يعني سوف نضربه في نفسه ثلاث مرات، إذا 3/4 في 3/4 في 3/4 تساوي، ونقوم بضرب البسط مع البسط والمقل مع المقل، إذا 3 × 3 × 3/4 × 4 × 4 إذا فهنا 3 أس 3 × 4 أس 3 تساوي 27/64. بالنسبة هنا للعدد 10 كذلك الحجم هو 10 أس 3، نضرب هذا العدد في نفسه 3 مرات تساوي 1000. نلاحظ أن هنا لدينا قوة عدد صحيح طبيعي، هنا قوة عدد صحيح طبيعي، هنا لدينا قوة عدد عشري، هنا لدينا قوة عدد كسري، وهنا قوة عدد صحيح طبيعي. وبالتالي تعريف القوة أو القوى أصبح كالتالي، إذن قوة عدد صحيح طبيعي أو عشري أو كسري هي كتابة مختصرة لعوامل متساوية، وهذه العوامل يمكن أن تكون أعداد صحيحة طبيعية، عشرية أو كسرية. الجدول سوف نستخرج منه مجموعة من الخاصيات. أولها، إذن نلاحظ هنا لدينا 1 أس 2 يساوي 1، 1 أس 3 يساوي 1. إذن ما هي الخاصية التي يمكن أن نستخرجها فيما يخص العدد 1 إذا كان هو الأساس؟ مربع أو مكعب العدد 1 هو 1، لكن في حالة ما إذا كان 1 هو الأس. كمثال 5 أس 1 تساوي 5، 8 أس 1 تساوي 8. إذا الخاصية تقول أي عدد أسه 1 هو العدد نفسه. كما نلاحظ هنا بالنسبة للأعداد الكسرية، لدينا مربع عدد كسري هو مربع البسط على مربع المقام، ومكعب عدد كسري هو مكعب البسط على مكعب المقام. فيما يخص العدد 10، إذن نرى أن 10 أس 1 تساوي 10، 10 أس 2 تساوي 100، 10 أس 3 تساوي 1000. إذن ماذا نلاحظ؟ إذا كان الأس يساوي 1 فهنا 1 يكون متبوع بصفر، وإذا كان الأس يساوي 2 فواحد يكون متبوع بصفرين، وإذا كان الأس يساوي 3 فهنا 1 يكون متبوع بثلاثة أصفار.
نمر إلى الوضعية الثانية والتي تهدف إلى توظيف قوى 2 و 3 للعدد 10 في عملية تفكيك عدد صحيح طبيعي. السؤال الأول، أفكك الأعداد التالية باستعمال قوى 1 و 2 و 3 للعدد 10. سؤال ثاني، أفكك الأعداد التالية باستعمال قوى 2 و 3 للعدد 10. بالنسبة للسؤال الأول، التفكيك يكون حسب نظمة العد العشري، يعني تفكيك إلى آلاف وإلى عشرات ومئات وما إلى غير ذلك. إذا لدينا هنا 5763 تساوي 5000 زائد 700 زائد 60 زائد 3 تساوي، إذا هنا سوف نحول هذه الكتابة الجمعية إلى كتابة ضربية، 5 في 1000 زائد 7 في 100 زائد 6 في 10 زائد 3. من هنا سوف نستعمل القوى، تساوي 5 في 1000 هي 10 كما قلنا سابقا، أس 3، 3 أصفار، إذن أس 3 زائد 7 في، إذا لدينا صفرين، إذن أس 2 زائد 6 في 10 صفر 1، إذن أس 1 زائد 3. بنفس الطريقة نفكك العدد الآخر، 375 تساوي 300 زائد 70 زائد 5. الآن نحول هذه الكتابة إلى كتابة مختلطة، 300 هي 3 في 100 زائد 70 هي 7 في 10 زائد 5 تساوي 3 في 100 تعني 10 أس 2 زائد 7 في 10 أس 1 زائد 5. بالتالي في نظمة العد العشري فككنا العدد 5763 باستعمال القوى 3 و 2 و 1 للعدد 10، وبالنسبة للعدد 375 فككناه حسب نظمة العد العشري باستعمال القوى 2 و 3 للعدد 10. الآن نمر إلى السؤال الثاني، أفكك الأعداد التالية باستعمال قوى 2 و 3 للعدد 10. هنا التفكيك سوف يكون مختلف، 100 هي 10 أس 2. الآن سوف نفكك العدد 10 إلى كتابة ضربية من عاملين، يمكننا أن نكتب على شكل 5 في 2 الكل أس 2 تساوي، إذن 5 في 2 تكرر أو مضروبة في نفسها مرتين، إذن 5 في 2 في 5 في 2 تساوي 5 في 5 في 2 في 2 تساوي، إذن 5 في 5 هي 5 أس 2 في 2 في 2 هي 2 أس 2. إذن نلاحظ هنا أن 5 في 2 الكل أس 2 تساوي 5 أس 2 في 2 أس 2. لدينا هنا 1000 أيضا بنفس الطريقة، نكتبها على شكل قوة عدد 10 3 مرات تساوي 10 أس 3، سوف نكتب 10 على شكل كتابة ضربية، 5 في 2 الكل أس 3، يعني أن هذه الكتابة الضربية سوف تتكرر 3 مرات، إذن 5 في 2 في 5 في 2 في 5 في 2 تساوي 5 في 2 في 5 في 2 في 5 في 2. هنا سوف نكتب 5 في 5 في 5 في 2 في 2 في 2 تساوي، إذا لدينا هنا قوة العدد 5 3 مرات، يعني 5 أس 3 في 2 أيضا أس 3. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن 5 في 2 الكل أس 3 يساوي 5 أس 3 في 2 أس 3. وبالتالي نستنتج الخاصية التالية، A في B تساوي A أس 2 في B أس 2، و A في B الكل أس 3 يساوي A أس 3 في B أس 3، بحيث A و B أعداد صحيحة طبيعية.
نمر إلى الوضعية الثالثة والتي تهدف إلى توظيف قوى 2 و 3 في حل وضعيات حسابية. لدينا عددين كسريين 2 على 3 أس 2 في 1 على 4 أس 2 تساوي 2 على 3 في 2 على 3 قوة عدد كسري مرتين في 1 على 4 كذلك قوة عدد كسري مرتين 1 على 4 في 1 على 4 تساوي إذن هنا 2 على 3 في 1 على 4 في أيضا لدينا 2 على 3 في 1 على 4 إذن ماذا نلاحظ؟ لدينا كتابة ضربية لعددين كسريين تتكرر مرتين تساوي 2 على 3 في 1 على 4 أس 2 تساوي إذن الآن سوف يسهل علينا حساب 2 في 1 2 3 في 4 12 الكل أس 2 تساوي إذن هنا سوف نختزل بإثنان يبقى لدينا هنا واحد وفي الأسفل يبقى ستة الكل أس إثنان تساوي واحد أس إثنان على ستة أس إثنان تساوي واحد ستة أس إثنان هي ستة وثلاثون وبالتالي نستنتج من هذه الكتابة أن إثنان على ثلاثة أس إثنان في واحد على أربعة أس 2 يساوي 2 على 3 في 1 على 4 الكل أس 2 إذن هنا لدينا 1 على 3 أس 3 في 1 على 2 أس 3 لدينا جداء مكعب لعددين كسريين إذن 1 على 3 أس 3 هي 1 على 3 في 1 على 3 في 1 على 3 في 1 على 2 أس 3 هي 1 على 2 في 1 على 2 في 1 على 2 تساوي 1 على 3 في 1 على 2 في أيضا هنا 1 على 3 في 1 على 2 في 1 على 3 في 1 على 2 إذن نلاحظ أن 1 على 3 في 1 على 2 تتكرر 3 مرات إذن هنا لدينا جداء قوة جداء عددين كسريين في 1 على 2 أس 3 تساوي إذن 1 في 1 تساوي 1 3 في 2 تساوي 6 الكل أس 3 تساوي 1 أس 3 على 6 أس 3 1 أس 3 هي 1 6 أس 3 تساوي 216 إذن هنا نستنتج أن 1 على 3 أس 3 في 1 على 2 أس 3 تساوي 1 على 3 في 1 على 2 الكل أس 3 ونستنتج الخاصية A أس 2 في B أس 2 تساوي A في B أس 2 و A أس 3 في B أس 3 تساوي A في B أس 3 بحيث A و B عددين كسريين السؤال الثاني احسب جداء مربع أو مكعب عددين عشريين إذا لدينا هنا 1.5 أس 2 2.3 أس 2 تساوي إذن 1.5 أس 2 هي 1.5 في 1.5 في 2.3 أس 2 هي قوة عدد عشري مرتين تساوي إذن لدينا 1.5 في بما أن الضرب تبادلي في 2.3 في 1.5 في 2.3 لدينا هنا كتابة ضربية لعددين عشريين تتكرر مرتين إذن نكتب على الشكل التالي 1.5 في 2.3 أس 2 تساوي 3.5
45 أس 2 تساوي 3.45 في 3.45 تساوي 11.90. إذن ما نستنتج هنا من هذه الكتابة هو أن 1.5 أس 2 في 2.3 أس 2 تساوي 1.5 في 2.3 الكل أس 2. إذن 1.5 أس 3 هي 1.5 في 1.5 في 1.5 ثلاث مرات في 2.3 في 2.3 في 2.3 بنفس الطريقة. إذن 1.5 في 2.3 في 1.5 في 2.3 في 1.5 في 2.3 تساوي. إذن هنا لدينا كتابة ضربية لجداء عددين عشريين تتكرر ثلاث مرات. إذن نكتب على شكل 1.5 في 2.3 أس 3 تساوي 3.45 أس 3 تساوي 41.06. إذن أيضا ما نستنتج هنا هو أن 1.5 أس 3 في 2.3 أس 3 تساوي 1.5 في 2.3 الكل أس 3. إذن القاعدة التي نستخرج هنا هي أن A أس 2 في B أس 2 تساوي A في B أس 2 و A أس 3 في B أس 3 تساوي A في B أس 3 بحيث A و B عددين عشريين، وبالتالي نستنتج الخاصية. جداء مربع عددين هو مربع جداء العددين. إذن مربع A في مربع B تساوي مربع A في B. جداء مكعب عددين هو مكعب جداء العددين. مكعب A في مكعب B يساوي مكعب A في B بحيث A و B عددين صحيحين طبيعيين أو عددين كسريين أو عددين عشريين. وبذلك نكون قد أنهينا حصتنا البنائية لهذا الدرس. نلقاكم في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.